كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ أين لماذا؟ أين لماذا؟ تلك هذه تلك هذه ذاك هذا ذاك هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ أين وماذا؟ كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم ماذا ماذا؟ أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا 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 كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ ماذا ماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ ستتأخر على الرحلة، هيا البس الصدار. اليوم عندنا رحلة، لكنني لا أحب أن ألبس الصدار. لما يرتدي الناس لباسا موحدا؟ يلبسه بعضهم حتى نتعرف عليه إذا احتجنا إلى مساعدته. ماذا تعني؟ إذا كنت في مشفى واحتجت إلى مساعدة، كيف تعرف الأطباء والممرضات؟ سأعرف الأطباء والممرضات من لباسهم الأبيض الخاص بهم. وإن احتجت أن تقطع الشارع؟ سأطلب مساعدة شرطي المرور. وكيف تعلم من هو الشرطي؟ من ملابسه. وأيضاً في الطائرة يا مي، إذا احتجت إلى شيء أطلبه من المضيفين وأعرفهم من لباسهم. صحيح، وقد يكون ارتداء اللباس الموحد سبباً للحفاظ على السلامة أثناء العمل. تقصدين القبعات التي يرتديها البناؤون في أثناء عملهم؟ نعم، فإذا ما سقط أي حجر على رأسه فلن يؤذيه. وكذلك رجال الإطفاء يرتدون بذات خاصة تحميهم من الاحتراق أثناء إطفاء الحريق. هل هناك أسباب أخرى لارتداء اللباس الموحد؟ في الفرق الرياضية مثل كرة القدم وكرة السلة من المهم ارتداء لباس موحد. أتعلم لماذا؟ للتمييز بين الفريقين. نعم، وتشجيعه أيضاً. هل كان في القديم لباس موحد؟ نعم، يرتدي الناس اللباس الموحد في عملهم منذ مئات السنين، واللباس الموحد دليل على النظام. لكن لماذا علي ارتداء الصدار في رحلة المدرسة؟ ارتداء الصدار يسهل على معلمتك العثور عليك وعدم فقدان أي منكم. لقد فهمت الآن، سأذهب وأرتدي الصدار بسرعة حتى لا تفوتني رحلة المدرسة. وداعا. وداعا، استمتع بوقتك. كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ أين لماذا؟ أين لماذا؟ تلك هذه تلك هذه ذاك هذا ذاك هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ أين وماذا؟ كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم ماذا ماذا؟ أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا 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 كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم ماذا علم أين لماذا؟ فورا